عام ينتهي ويجي عام جديد، في ناس حققوا أحلامهم وفي ناس أجلوه للسنة الجاية، بس ترى في وايد غيرهم ما قدروا يسوون أي شيء. في كل ساعة 1166 حلم يتحول إلى كابوس، 1166 مستقبل ضايع، أمنية تتلاشى. حسب إحصائيات الأمم المتحدة 28,000 شخص كل يوم يضطرون لترك منازلهم والفرار بلا مأوى، 28,000 شخص يوميا ينزحون بسبب الحروب والكوارث الإنسانية في فلسطين، بورما، السودان، أفغانستان، العراق وسوريا. يمكن يكون الرقم مخيف، لكن هذه الحقيقة. 1166 أمنية سعيدة تتحول إلى كابوس مخيف. خلال مشاهدتك لهذا الفيديو، في ترى 20 شخص تركوا منازلهم وانزحوا إلى مأوى. ساهموا معنا بالتعريف بمأساتهم عبر هاشتاج 1166.